صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. صباح المدارس أيضا مستمعينا، عودة إلى أصوات الطلاب والطالبات اللي تأتينا من مختلف المدارس، طبعا واللي تواصل معاهم دائما من مختلف مدارس السلطنة، ونتمنى لهم إن شاء الله دائما التوفيق بإذن الله. في هذه الدقائق مستمعينا تنضم لنا الطالبة أميرة بنت سعيد بن عبد الله الصبحية، أميرة في الصف السابع وهي من مدرسة درة الهاشمية للتعليم الأساسي بولاية بركة، وعمرها 13 سنة وعندها ما شاء الله مجموعة كبيرة من المواهب والهوايات، اللي راح تعرفنا أميرة بنفسها على هذه الهوايات والمواهب. صباح الخير أميرة. صباح النور. شو أخبارك؟ الحمد لله. ها يا أميرة، وينك، في البيت ولا في المدرسة؟ في المدرسة. في المدرسة. من زمان واصل المدرسة؟ هي. كيف المدرسة اليوم؟ حلوة. حلوة. أول ما وصلت المدرسة شو سويتي أميرة؟ كنت أكتب. شو كتبتي؟ شكر. شكر. كتبتي شكر عشان وين تقدمي؟ لطاقم صباح المدارس. هنا طاقم صباح الشباب في فقرة صباح المدارس. يا سلام عليك يا أميرة، يعني مجهزة الشكر خلاص؟ هي. يا سلام عليك يا أميرة. ها أميرة خبرينا، صف السابع سهل ولا صعب؟ سهل عادي. عادي؟ شو أسهل مادة؟ كل المواد سهلة. ما شاء الله. الإنجليش سهل؟ هذه. والرياضيات؟ يعني الرياضيات. رياضيات. بتحبي الرياضيات ولا لا؟ أحبه طبعا. تحبيه؟ هيه. وبعدين لما تروحي في الثانوية بتاخذي رياضيات، يعني بتاخذي علمي عشان الرياضيات ولا بتروحي مواد أدبية؟ لا لا، علمي. مواد علمية عشان الرياضيات. هيه. أتمنى لك التوفيق يا أميرة. أميرة هيه. كيف تنظمي جدولك؟ عندك جدول تنظمي ولا لا؟ ولا ما تسوي جدول انت؟ عادي، جدولي نفسه ما هو. يعني الامتحانات قريبة صح أميرة؟ ايوه. الحين لما تكون الامتحانات قريبة، انتو يعني الطلاب في الصف السابع تحضروا جدول عشان المذاكرة ولا لا؟ احضر جدول للمذاكرة. ولا بس نذاكر ليلة الامتحان؟ لا لا. اكيد يا أميرة، احنا اكيد متأكدين انه ما شاء الله عليك تذاكري اول باول. أميرة خبريني شو هواياتك؟ هواياتي متعددة ما شاء الله. شو؟ القصيد. أكتب وألقي. ما شاء الله عليكي. فن الميدان. والتصوير. والتمثيل. ما شاء الله. وغيري من الهوايات. ما شاء الله، كثير من الهوايات عندك والمواهب يا أميرة. أنا شدني أنه أنت تكتبي قصائد. شو تكتبي من القصائد، باللغة العربية الفصحى ولا نبطي، يعني الشعر الشعبي؟ شعر الشعبي. شعر الشعبي. يعني عندكم حد في البيت يهتم بهذا الموضوع ويكتب شعر عشان كذا انت حبيتي هالمجال، مجال الشعر؟ لا ما حد، انت بس عندك هالموهبة. ايوه. محضرة لنا شيء أميرة من كتاباتك؟ هي. شو راح نسمع، اي قصيدة؟ هما قصيدتين. شو هالقصايد، عن شو، عن الوطن ولا عن ايش؟ في قصيدة عن، جهزت لكم قصيدة بمناسبة الإسراء والمعراج. وايضا كتبت قصيدتين، الواحدة عن عمان وواحدة عن كنت بنية صغيرة. هذه اللي انت كاتبتهم أميرة؟ لا، قصيدة الإسراء والمعراج ما انا، بس قصيدة عمان وكنت بنية صغيرة بروحي. خلينا نسمع اللي انت كاتبتها، نبى نسمع احنا قصايد أميرة الحين على الهواء ونقيم الشاعرة أميرة، شو رايك؟ تمام؟ يلا نسمع شعرتنا أميرة، تفضل يا الشاعرة. فازت عمان اليوم في مرماها
وتعدت على دين دنياها، ويا زين من خلقها وسواها، هذه أرض قابوس ما تزرع إلا ثراها، أرض قابوس الوطن والعز رافع شعارها ومرماها، لبيه لبيه يا وطن انت كل المشاعر ودنياها، متزينة بعلمها وخنجرها وسعيدة بكل الدروب اللي مشيناها، ومتفاخرة بقابوس الفخر والعز عنوانها. ومالك انت بنية صغيرة؟ السلام يا أميرة، السلام عليك يا أميرة، الكلمات جميلة والإلقاء أجمل وأروع. متى كاتبتها هالقصيدة أميرة؟ من زمان؟ هذه من زمان لما كنت صف الرابع. هذه من صف، ما شاء الله من صف رابع وانت تكتبي؟ شطورة انت يا أميرة. وشو القصيدة الثانية بعد اللي انت كاتبتها؟ كنت بنية صغيرة ما أعرف حتى الكلام، كنت أقول وش هالعباير يلي يتحول الزين للشين، كنت بنية صغيرة أنطق كلامي كأني وحدة مبعثرة، مدري إيه لعبة كذا ولا الصغر غيرني بحالي، كبرت سنة ويكبر العقل ويكبر كلامي، كبرت سنين وتغيرت أحوالي، تدروا ليش تغيرت؟ تغيرت لأني عرفت شي اسم القصيد، عرفت شي تتنطق ولا تعاني، بس قول يلي بخاطرك وتكتم المزايين، جيت ماما وقالت افهمي ترى القصيد ما هو بزين، بس ركزي في الكلام ولا تتغشمري، نصيحتي لكم لا تخلون القصيد لعيال ماما، ترى ما هو إلا للقاصدين، طويتها بحكمتي واكتبه بطراف هالأصابع للعابرين. ما شاء الله عليك يا أميرة. أميرة لما تكتبي قصايد توديهم لمعلماتك، معلمات اللغة العربية أو حد متخصص في الشعر ولا لا؟ لا بروح. بعدك ما وديتيهم صح لحد؟ لا. بس تقرأي دايما شعر أنت أميرة ولا ما تقرأي الشعر؟ لا دايما أقرأ. في شعراء أنت تحبيهم أكثر ولا تقرأي أيوة. كل الشعر عادي لأي شاعر؟ لا أنا في شعراء. مين من الشعراء اللي تحبي تقرأي قصائدهم؟ كامل البطحري، شاعرنا أكيد، بدر السنيدي. نوجه لهم أكيد تحية شعراءنا كلهم، نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. أميرة يعني أنا شدني أيضا أنه أنت ما شاء الله عندك فن الميدان وتحفظ الميدان، هذا معروف فن الميدان من الفنون العمانية الأصيلة، شو اللي خلاك تحبي هذا الفن أميرة؟ حبيت لأن يعني الكل دائما يقولوا بهذا الشيء، وأنا دائما أردده وأحفظه لأنه حبيت هذا الشيء. حبيت الميدان. حد يتحداك في الميدان ولا ما حد؟ دائما مين اللي يتحداك أكثر واحد في الميدان؟ بعض الأحيان أبوي، بعض الأحيان ولد خالتي. ما شاء الله نوجه لهم تحية. شو بتسمعينا من الميدان اليوم أميرة؟ عندي كثير من الميدان. ها عطينا. يقول وش قال؟ لحظة شوية أتذكر. صلى على النبي يا أميرة. اللهم صل وسلم. راح نسمع إن شاء الله إحنا فن الميدان من عند أميرة الصبحية وهي في الصف السابع. ونوجه تحية لمدرستها درة الهاشمية في ولاية بركة، وراح نسمع إن شاء الله فن الميدان. هاي أميرة جاهزة؟ هي. يلا عطينا. اسمع حريقة بنمشي نديب، خذ لك غرشتين ما ودي، يوم بتروح الديب أبو يعني يحترق ثوبك الوردي. مسكين. عطينا غيره بعد. سيل السنا سيل وسنا سيل، سيل السنا ما ترس راسي، لو قيدوني بحبل وسنا سيل، بعد السنا ما ترس راسي. بعد متى بيترس راسك؟ في غيره أميرة؟ هي في. يلا عطينا. سوري يدلح كان بس سورين، تحتش حطيبات ودا ربي، أنا متعشب جمل ومتغدي بثورين يا ربي، ولا تستفتح بفيلي يا ربي. وإن شاء الله عليك يا أميرة، حافظة كثير ميدان أميرة؟ هي. إن شاء الله إحنا نتمنى لك. وتكتبي أنت ميدان ولا لا؟ لا ما تكتبي ميدان. عطينا بعد ميدان غيره، بعدين راح نسألك إن شاء الله عن هواية ثانية. شو معلم درسين والدرسات مالش هالعين زليتي، أول على كتاب بالدرسين واليوم على بليس زليتي. تحياتنا لك يا أميرة، أتمنى لك التوفيق، وما في أجمل أكيد من فن الميدان.
وإن شاء الله نسمعك دائما متميزة بإذن الله. عندك يعني هواية ثانية، هواية التصوير الضوئي أميرة، متى تمارسي الهواية؟ تخصصي وقت في المدرسة ولا تطلعي أماكن سياحية ولا متى تصوري؟ نطلع أماكن، أختي تعطيني أصور وتقيمني على الصورة. أختك عندها كاميرا؟ إيه. وأنت تأخذيها الكاميرا وقت معين وتصوري وترجعيها؟ والكاميرا إذا تخترب ويصير فيها شيء شو بعدين يصير لك أميرة ولا الأمور عادي. طيبة؟ عادي. عادي، أهم شيء أنت تتعلمي وتمارسي صح؟ هي. بالنسبة للتمثيل المسرحي أميرة، ما شاء الله عندك بعد موهبة في التمثيل، شو من المسرحيات اللي شاركتي فيها؟ شاركتي في المدرسة ولا برا المدرسة ولا وين شاركتي؟ شاركت في المدرسة، برا المدرسة، وشاركت في مسرح، مسارح ما مسرح، ما شاء الله. وشاركت في ولاية عبري وأيضا في مدارس ولاية بركاء، وشاركت في مرح لاند، وشاركت في فعالية السلامة المرورية صح بعد؟ أيوة شاركتي، ما شاء الله كثير من الفعاليات اللي شاركتي فيها. وفي مسابقة المواهب، شو هذه مسابقة المواهب؟ عن أي مواهب شو المواهب اللي شاركتي فيها في هذه المسابقة؟ شاركت بس في موهبة القصيد لأني يعني أكثر تحفيز لهذه الموهبة. هذه الموهبة شاركت في نادي الشباب فيها، وشاركت فيها في كل يعني في قريات، وشاركت فيها أيضا في مدرسة فقريات. نعم. شاركت فيها في مدرسة سفانة بن حاتم. نعم، سفانة بنت حاتم، نعم، في ولاية قريات. أيوة. ما شاء الله عليك كثير، يعني أنت جريئة يا أميرة ومشاركة في أماكن كثيرة. إحنا لما تكلمنا عن التمثيل المسرحي حابين نسمع كذا أميرة لما تمثل، شو تمثلي؟ شو الأشياء اللي أنت مثلتيها تتذكريها؟ نسمع شوي أميرة كيف تمثل. عادي أمثل حزين وأمثل فرح. عادي، أكيد نسمع أميرة بالحزين وبالفرح عشان نشوف كيف قدرة أميرة على التمثيل. نسمع يعني ما نشوف بس راح نتخيل إن شاء الله. ها أميرة مثل ويش عطيني العنوان عشان أنا. أنت شو من المسرحيات اللي مثلتيها أميرة وتتذكريها؟ مثلت إعلان، قدمت إعلان في مرح لاند، ومسرحيات في واحدة عن الأم واحدة عن الفقير. عطينا عن الأم، شو تتذكري الدور اللي خدتي أنت عن الأم؟ أنا أكون البنت يلي أبشر أمي إن أخوي توفى في حادث. تبشريها ولا تخبريها بالخبر الحزين أميرة؟ أيوة كذا. يلا إنزين، إيش رأيك نسمع كيف تمثلي هذا المقطع أميرة؟ إنزين يلا. أول شيء كنت يعني جالسة بروحي، كان جنب التليفون جاني اتصال ان اخوي صار له حادث، هو الحين في مستشفى كذا وكذا. نعم. وكانت امي في الصالة. نعم. ركضت جنبها وكنت كأني اصيح. يعني طبعا تمثيل، اكيد تمثيل، بس احنا حابين نسمعك. يلا اميرة كيف اديتي هالدور؟ زين. ركضت عند امي وصرخت لها أمي أمي أخوي صار له حادث. طبعا أمي صرخت قالت كيف صار له الحادث، وبعدين يعني رحنا للمستشفى أنا وهي وأبوي، يعني في التمثيل إحنا أنا وهي وأبوي، وزرنا طمنا على الطبيب قال هو حالته جيدة. دخل الطبيب وطلع، أول ما طلع قال له أخوكم توفي. طبعا صرخت أخوي، أمي صرخت ولدي. احنا اكيد يحتاج انه لما انت يكون عندك مسرحية اميرة تخبرينا عشان احنا نحضر ونشوف اميرة كيف تمثل. تمام يا اميرة؟ ان شاء الله. احنا نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا اميرة. انت حابة تقدم الشكر لمين قبل ما نختم معاكي؟ اول شيء جهز قصيدة مناسبة الاسراء والمعراج. يلا نسمع القصيدة. سريت في الإسراء وافتتنت به العقول وحارت فتنة الفهم، إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم، وأقبل الروح يدعو سيد الحرم، في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم،
ركبت متن براق ما سرى قدما إلا تحدى وميض البرق في الظلم، وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم وخصك الله في المعراج تكرمة بالروح والجسم لا في النوم والحلم، فلا تسل كيف كان العرش في طرب وكيف غبطته بالصادق العلم، وهل لغيرك أن يرقى لمنزلة أسمى في اللوح أسمى من اللوح في العليا والقلم، رفعت في سبحات الله مستمعا تروي من العلم أو تجني من الحكم، حتى رجعت بخمس قد رضيت بها لكنها عدلت خمسين في القيم، يا رب شفع فينا يوم لا ولد يغني ولا كثرة الأموال والحشم. ما شاء الله عليك يا أميرة، صح الله لسانك وبارك الله فيك، ما شاء الله عليك، صوت جدا جميل وإلقاء رائع منك يا أميرة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. أميرة شو حابة تكوني لما تكبري إن شاء الله؟ أميرة؟ دكتورة عامة. دكتورة عامة؟ ليش دكتورة؟ أحب ذا الشيء. تحب تكون دكتورة؟ نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق يا دكتورتنا، واليوم ما شاء الله كلهم دكاترة، حمزة دكتور وأميرة دكتورة، نتمنى لك التوفيق يا دكتورتنا أميرة، وشكرا على وجودك معانا. حابة تقدم الشكر لمين يا دكتورتنا أميرة؟ أقدم الشكر اللي حفزني لهذه المواهب، أقدم الشكر لطاقم صباح الشباب في فقر صباح المدارس. احنا نوجه لك التحية وفخورين فيك يا دكتورتنا أميرة، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. أميرة بن سعيد بن عبد الله الصبحية، مدرسة درة الهاشمية للتعليم الأساسي بولاية بركة، صف السابع وعمرها 13 سنة، وسمعنا ما شاء الله عندها مجموعة كثير وكبيرة من المواهب والهوايات، اللي نتمنى يا أميرة وتوعدينا أنك تحافظ على هذه الهوايات والمواهب وتطوريها وتنميها دائما يا أميرة، تمام؟ إن شاء الله. إن شاء الله موفقة إن شاء الله يا أميرة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا شكرا يا أميرة، والشكر أيضا لكل من يتابعنا مستمعين. حابة تقدم الشكر؟ إيه تفضلي أميرة. أولا أشكر الأستاذة نهى، هي من بذلت جهدها ليأسرها على كل التعب الذي بذلته هي في تحفيزي لأكمل جهدي في القصيد وكل هواياتي، رفعتني من بذلة الفشل إلى بذلة النجاح، وتعلمت من هذا الشيء أن لا شيء مستحيل. حصلت على مراكز كثيرة والحق في حقها الكلمات وشكر لا يستطيعون وصفها، وأشكر أمي أيضا، وأشكر طاقم صباح الشباب في فقرة صباح المدارس على الإتاحة والفرصة لي لعرض موهبتي، أشكرهم جزيل الشكر. تستاهل كل خير، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله دكتورتنا أميرة صبحية. شكرا جزيلا يا أميرة، والله يوفقك إن شاء الله ويسهل دربك وخطاويك بإذن الله. شكرا يا أميرة، تحياتنا لأستاذاتك في المدرسة، تحياتنا لك، شكرا. العفو. مع السلامة يا أميرة، صباحك سعيد إن شاء الله، وإحنا أكيد نوجه لكم تحية مستمعينا، وتحية أكيد لكل الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. وأميرة كانت معنا أكيد في صباح المدارس، هذه الفقرة اللي تأتيكم برعاية حساب براعم للتوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية. رأيت جمالك، سكنت هواءك، شربت حنانك، وأنت لي الأمان، أنت لي الأمان، بلا عين نرى سلامك أنهرا، وجدتك داخلي، رأيتك يا عمان.